عن إذنك يا حاج، مين الراجل الأقرع اللي كنت واقف معاه ده يا عم؟ ابعد عنه، مالكش دعوة بيه. ليه بيعض ولا إيه؟ الراجل مش دوري، شمال. مش دوري شمال؟ ما بقولكش وصفهولي يا عم، أنا هتجوزه. بقولك ده مين وتعرفه منين؟ راجل واصل بس سكته شمال، مالكش دعوة بيه، واسمع الكلام اللي بقولك عليه. تعرفه منين ده يا عم؟ من الدنيا. من الدنيا مش من الآخر يعني؟ آه. طب ما تحكي لي يا عم، عرفته ازاي وامتى وفين؟ وقت تاني، احنا مش فاضيين. مش فاضيين؟ على أساس إن عندنا اجتماع مجلس وزراء. ما تحكي لي يا عم. الدكتور سلماوي. فهمت أنا كده يا عم. أصل أنا مش عايز أي حد هنا يبوظك يا ناصر. خايف اللي هنا يبوظوني؟ آه. أكتر من البوظان اللي أنتوا بوظتهولي؟ هيبوظوني يعملوا لي ايه يعني؟ هيعلموني الحشيش اخد لي سنتين سجن، هيودوني شقه دعاره هاخد 3 سنين، انما انا واخد 15 سنه يا عمي، 15 سنه داخل في عز شبابي، هخرج عبد الوارث عصر. مبروك يا كمال بيه. الله يبارك فيك يا باشا، ربنا يخليك. والله صبرت ونلت يا سيدي. يا باشا لا صبرت ولا نلت، ما انت عارف اللي فيها. أنا دلوقتي أعتبر أصغر رئيس مباحث على مستوى القاهرة والجيزة. يعني لو قلت لك خططت ونولت هتنبسط؟ مش مهم، كل الطرق تؤدي إلى روما، المهم المراد اتحقق، بس مش مهم إزاي. أنا كنت عارف إن أنت كده يا كمال يا مراد من زمان، من أول ما شفتك، بس كنت بكدب نفسي وقلت أتعامل معاك بحسن نية. يا باشا وإيه لازمته الكلام ده دلوقتي؟ المهم إن أنت ربنا يكرمك إن شاء الله في المكان الجديد. ربنا هيكرمني يا كمال طول ما أنا براعي ربنا في شغلي. هو أنت زعلان مني في حاجة يا باشا؟ لا يا كمال، أنا مش زعلان منك، أنا زعلان علشانك. خير كفالة الشر يا باشا. يا كمال أنت كان ممكن تكون ضابط محترم وقرارك من دماغك، بس أنت ما اخترتش تكون كده. طب ما أنت هو باشا ضابط محترم وطول عمرك قرارك من دماغك، خدت إيه بقى دلوقتي؟ خدت إن أنا لما أقوم الصبح وأبص في المراية ببقى محترم نفسي يا كمال، ولما بنزل أي حتة خدمت فيها الناس بتبقى هتشيلني من على الأرض شيل. خدت كتير يا كمال. لا يا باشا غلطان، اللي خدته ان انت مشيت من مكانك دلوقتي. ماشي ماشي. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ ازيك يا ام، عامله ايه؟ زيكوا يا ولاد، انتوا اللي عاملين ايه؟ الحمد لله يا حاجة، بس اتبهدلنا قوي بعد موت عم رفاعي. الفرح مهدور عليك يا عم رفاعي، مش محتاج اي حاجة. هما مستورة يا ابني، ربنا يخليكوا فيكوا الخير. خد يا امي دي نمر تلفوناتنا اهي، لو احتجت اي حاجة كلميني هنجيلك هوا. احنا لحم اكتفنا من خير عم رفاعي الله يرحمه. بصراحة كده يا حاجة، احنا مش هنبقى موجودين في المنطقة الفترة اللي جاية. ليه انتوا رايحين فين؟ الله يسامحه عصام النمر، حلف لنا انه هيبهدلنا. ونشتغل معاه يحط علينا، هو ده الكلام اللي وصل لنا بقى. فقلنا نختفي عن المنطقه شويتين. تاني عصام النمر، انا مش فاهمه هو عايز ايه من رجاله رفاعي واهل رفاعي. الفرح مهنور عليك يا عم رفاعي. خير خير ان شاء الله يا حاج، بعد اذنك يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه يا ولاد. يعني عمرك ما هتفكري تتجوزي يا حنان؟ مفيش راجل في الدنيا يملى عيني. لو رفاعي كان مات وانا عندي 13 سنه برضه ده كان هيبقى كلامي. بحبك قوي يا حنان، انت اقرب واحده ليا في الدنيا. وانت كمان يا شقه، ده انت يا بنت اختي اللي امي ما جابتهاش. طب هتعملي ايه يا شهد؟ يا بنت دول 15 سنه. أنا مكتوب عليا استنى يا حنان، واللي خلاني استنى ناصر وهو راح يخطب واحدة تانية وهو مسافر ومش عارفة راجع ولا لأ، وهو مش عايزني من أساسه، يخليني استنى العمر كله مش 15 سنة.
مش عارفة والله ما انا عارفة اقول لك ايه. صعبان عليا قوي يا حنان، خايفة لا يعمل فرحه حاجة، حاسة انه مش هيتحمل اللي هو فيه ده. مالك يا عم قلقان ليه؟ خايف على مروة ناصر. والله يا عم ربنا يطمنك عليه. وبعدين انت مش مطمن عليه، ما معاه سماح وشهد وامي وحنان. ما تقلقش. خايف عليها قوي، حتى الفلوس اللي انا شايلها لها عشان العلاج اتحرزت. هيتصرفوا والله يا عم. تصرفوا ان شاء الله لو يدوها التأمين ولا القصر العيني ولا اي حد. تأمين ايه بس يا ناصر؟ تأمين ايه؟ التأمين عليه امم، عقبال ما يجي عليها الدور تكون ماتت. قد الشغل. والله العظيم ربنا يطمنك عليه. عمري ما شفتك بتعيط كده يا عمي. غصب عني. انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني ايه رفاعي ما سابش فلوس بره؟ بره فين؟ وما شغال في السلاح ليه؟ ومعرض نفسه ومعرضنا معاه للخطر. شمال بشمال بقى يبقى يأمن نفسه ويأمن مستقبلنا. ما سمعش كلامي. ليه ما كانش عارف ان اليوم ده كده كده جاي؟ ما هو الشمال اخرته شمال يا عم. رفاعي طول عمره كده فتح صدره للدنيا، بس بيني وبينك هو ده اللي خلاه كبير عندهم. عند مين يا عم؟ ناس. ناس بقى. الناس دول وعدوا انك انت تدخل النيابه وخلوا بيه، صغروه. انا ما قلت له والله. قلت له الناس دي المتغطي بيهم عريان، ما صدقنيش. استهدى بالله يا عمك، تعالى تعالى مد مد الجسم. انام ازاي بس يا ناصر؟ انام ازاي؟ انام ازاي؟ انام ازاي؟ ترى البت عامله ايه؟ عامله ايه؟ والله ربنا يطمنك عليها. اتفضل يا معالي الباشا. يا مرحبا كمال بيه. ناقصكوا حاجه تانية يا حاج؟ تسلمي تسلمي يا مصاري. منور يا باشا. شكرين يا حاجه. كنت تشوف المنطقه دي ايام احمد باشا عبد المجيد كانت ايه؟ كان الناس بتنام من المغرب بالحب، وكانوا بيسموه شيخ العرب. اتفضل حبيبي اتفضل. يا اهلا وسهلا. ترابا غلبني على ما قبل العزومه. ليه يا كمال بيه؟ لا البيت بيتك، وبعدين انت زيك زي عصام النمر ابني. ربنا يخليه لك يا حاج. الو يا رزق. ماشي هكلمك لما اخلص اكل. سلام. ربنا يخليه لك قوي يا حاج.